واحد كده معاكم ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب بقى مقطع الراحه النفسيه، مقطع اغراض ماينكرافت في الحياه الواقعيه. يعني انتوا متخيلين يعني ايه اغراض اللي موجوده في لعبه ماينكرافت موجوده في الحقيقي ومعانا، يعني كلنا بنستخدمها يوميا وممكن تكون ما بنستخدمهاش اصلا او مش عند العرب عامه. والنهارده يا شباب هنشوف الحاجات اللي موجوده في لعبه ماينكرافت في الحياه الواقعيه. ولكن قبل ما يبدا المقطع بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج دلوقتي صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله، فاضل 120 الف مشترك ونوصل مليون مشترك. انا عايزين لا 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 مش هقول لكم عايزين، فضلا وليس امرا اضغط لايك واشترك في القناه مش مشترك وفعل زر التنبيهات عشان نوصل ل 20 الف الصغيرين دولت ونوصل 900 الف قبل رمضان، وفي رمضان نوصل مليون. ايه رايكم؟ فكره حلوه جدا، ان شاء الله نكسر الرقم ده في رمضان. فرساله بقى للناس اللي ما بتحطش لايك ولا بتشترك في القناه ومش عايزه تعمل كل ده. شايف الحمار الغلبان ده؟ ايوه الحمار الغلبان هو فين اهو، شايفين الحمار الغلبان ده اللي شبه السحس ده؟ بس السحس فار وده حمار. المهم شايفين الفار الغلبان؟ فار مين؟ حمار. اوكي اوكي يا شباب شايفين الحمار الغلبان ده هرميه في اللافا. لو محدش دلوقتي نزل يحط لايك ويشترك في القناه ويكتب في الكومنتات تم وبس، اهم حاجه يفعل الجرس. ها يكتب تم. ها اوكي قدامكم 10 ثواني، هسيب لكم 10 ثواني. 10 9 8 7 5 4 3 2 واحد، كله حط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس وكتب في الكومنتات تم. لا 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 انت نسيت حاجه على فكره، ما عملتش ولا على انستجرام عشان نوصل 80000 ونحقق هدف 2021. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا يا شباب. قبل اي حاجه في حاجه احنا بنعملها دايما، ثانكس اتس جيري اند هيري فور ذيس فيديو لايك اند سبسكرايب اند التنبيهات. اهم حاجه شباب تخلوا لونه ازرق كده اوكي، لايك واشتراك خليه لونه كده وفعل الجرس خليه عامل كده اوكي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب ونتفرج على المقطع. بسم الله يا رب بقى تيجي حاجات كده كلنا عارفينها وحاجات اسطوريه. ريل لايف سيزون 2 اوكي ليتس جو بيبي. الانفل اوكي هنشوف الانفل يا شباب في الحقيقه. ده الانفل في ماينكرافت، كلنا عارفين الانفل بتاع ماينكرافت اللي هو بتقدر تصلح فيه الاغراض، تقدر تغير اسم حاجه، كلنا عارفينه يا شباب. عايزين نشوف الانفل بقى في الحقيقه. اوكي هو ده نفس الانفل؟ لا لا هو ده الانفل، اقسم بالله نفس الشكل يا شباب. ليتس جو بيبي شباب، يلا لايك واشتراك. واو واو يا اخي دام والله نفسه يا شباب، بس طبعا بقى مش زي ماينكرافت هيحط الاغراض وتتصلح، لا في الحقيقه لازم تشتغل عليه وبس. والله العظيم نايس. اوكي يلا بسم الله كمل. واو بيعمل ايه يا شباب؟ اتوقع انه بيعمل سيف، ممكن يكون بيعمل سيف تقريبا او بيعمل اوكي ايه ده، اتوقع ان هو مسمار، بيعمل مسمار يا شباب بس مسمار كبير شويه، يعني بيستخدموه في الحاجات الكبيره العربيات النقل كده. تري كاتنج او اللي هو يا شباب قطع الاشجار، هنشوف قطع الاشجار في ماينكرافت. كلنا عارفينه ان واحد بيكسر بالاكس بيكسر الخشبه وهو كده، يعني كده هو بيعمل قطع للشجره. اوكي عايزين بقى نشوف يا شباب وهو في الحقيقه بيقطع الشجره ازاي بالاكس. ها يا رب يجيب اكس، لو ما جابش اكس لا مش اكس بس في الحقيقه اوكي لا يا شباب هو ما قالش الاكس كاتنج تري، قال كاتنج تري، فهو القطع في الحقيقه والقطع في ماينكرافت، لان الاداه دي مش موجوده في ماينكرافت غير بالمودات، واتوقع ان المودات يعني ما فيهاش الكلام ده. ممكن نشغل لكم اعلى جوده عشان خاطر تبقوا مستمتعين بالفيديو كده وانا ابقى مستمتع. شباب هو مقطع النهارده بيبقى راحه، خدوا على كده مقطع النهارده بيبقى راحه، مقطع بكره هيكون اختبار الطعام في ماينكرافت. اوكي يلا بسم الله نكمل. هو حط البتاع دي البرتقاني ليه؟ حد يعرف ليه؟ اللي يعرف حط البتاع البرتقاني دي ليه يكتب لي تحت في الكومنتات. واو واو لا لا يا اخي نفسي اشوف واحد وهو بيقطع شجره بالطريقه دي. كات جراس اوكي قطع ال اسمه ايه؟ لاحظتوا بالكم من الصدادات الصدى الصوت اللي هنا دي؟ اوكي اللي هو بيشيل الجراس كده شباب، فاهمين ازاي؟ اللي هو الجراس بقى اللي عباره عن ايه؟ اللي هو بيجيبوا منه السيدز في ماينكرافت او الحبوب. عايزين نشوف في الحقيقه بقى هل هيكسر جراس ويطلع منه حبوب ولا لا؟ وايه الاداه ايه ده؟ هو راكب ايه؟ ده فعلا جراس يا شباب، اللي هو بيقطعه ده جراس على فكره. دايم طب هل بيطلع منه حبوب ولا ما بيطلعش منه حبوب؟ تقريبا بيطلع منه حبوب تقريبا، بتيجي في الشنطه اللي ورا دي اتوقع. واو لا لا اسطوريه يا شباب اسطوريه، انا عايز اركب حاجه زي كده.
واخش في وسط الغابه كده واقطع الشجر كله. دام شوف شوف هيشيل الحته اللي في النص، المفروض ان هو يشيل الحته في النص دي. يلا الله عليك، شوف 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 الشجره بتنزل تحت العربيه ولا المكنه دي. خلاص اختفت الشجره، شوفوا 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 بتطلع من تحت ازاي، زي التراب كده اتفتتت. الووتر ميلون او البطيخ، الصيف داخل والبطيخ هيشتغل. اوعى يا شباب يعني هناكل بطيخ، انا الصراحه مدمن بطيخ، عايز اقول لكم بطيخ والجبنه على طول يا مان، هات لي بطيخ على طول. اوكي في الحقيقه بقى عايزين نشوف البطيخ. اوكي واو، بطيخ بدون بذر، انا نفسي في بطيخه تكون كده ومسكره، ها ما تكونش بايظه، تكون كده وما فيهاش بذر. هل يا شباب حد فيكم قبل كده جرب بطيخه بدون بذر، او جرب حته ما كانش فيها بذر بس ما يكونش هو شاله ويقول لك انا شلت كده من غير بذر؟ لا تيجي زي كده، شوفوا كده، انا نفسي اكل بطيخه زي دي والله العظيم، نفسي الراجل ده يكون عندنا. كنت رحت جبت منه، بيعمل طبق جامد. اوكي الباب او الدور، اوكي الباب في ماين كرافت كلنا عارفينه، في كذا انواع من الباب ولكن مش انواع كتيره، تقريبا 6 أو 7 انواع. ياب تقريبا 6 أو 7 انواع، في الايرون منهم او الحديد وفي الخشب منهم. اوكي ايه ده؟ لا رجله اتحشرت، لا يا غبي يا غبي رجلك. طب ايه اللي انت بتعمله ده؟ في حد يضرب الباب كده برجله؟ ايه ده؟ لا 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 والله العظيم، لا ده كسر ام الباب، كسر الباب يا شباب. ده شكله عايز يعدي الناحية التانية، وات لو عدى؟ لا فرحان يا ابن اللعيبه، عدى يا شباب، عدى من الحيط. اوكي الدوج او الكلب، اوكي كلنا عندنا مين عنده كلب يا شباب في الحقيقه؟ انا الصراحه عندنا كلب، احنا عندنا كلب وعندنا فور وعندنا سلحفه. اوكي انتوا عندكم حيوانات ايه؟ ايه ده؟ كلب بياكل فشار؟ ده بياكل فشار من امتى وكلاب بتاكل فشار؟ ازاي جدع؟ ازاي؟ والله بجد ازاي؟ هما كلاب نباتيين، الكلاب بتوع لحوم وكده صح؟ انا اول مره اشوف كلب نباتي الصراحه، مش هكدب عليكم يعني، انا اول مره اشوف كلب بياكل ذره. اوكي انتوا اول مره تشوفها شباب برضو ازاي ولا لا؟ بس الصراحه الكلب شكله كيوت يعني، يعني بص عامل له اوضه وقاعد بياكله وبيصوره، يعني حاجه جامده يعني. الجلاس او الازاز في لعبه ماينكرافت، اوكي كلنا عارفين الازاز في لعبه ماينكرافت، بيكسر بسهوله، بيتعمل بحبات الساند، وبيحتاج فرن وبيحتاج فحم، فحم وفرن وساند يعملوا لك الجلاس ده. بيكسر بسرعه، الميز بتاعته انك بتعمله مثلا في بلكونه او في حاجه، بتحط الازاز ده بيدي منظر جميل. تعالوا نشوف الحقيقه بقى، واو بيكسر ازاز، شوفوا بيكسر بصعوبه في الحقيقه، بيكسر بصعوبه عن لعبه ماينكرافت. اوكي اعلان، نكمل بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يعني عايز اقول لكم ان هو يعني خلاص يعني الاداه دي لو في لعبه ماينكرافت بس يا دوبك تلمس الازاز لمس كده هيتكسر. شوفوا هنا بقى قاعد بيضرب بيضرب مفيش اي حاجه، بس الصراحه واو الازاز ده قوي قوي لكده. شوف شوف الراجل ضخم، وات. اوكي اتوقع ان دي اللي هي الماينكارت. اوكي اركب ماينكارت، اوكي شغل الليفر، اوكي من غير ما يشغل الليفر هو مظبطها شباب بالريدستون تورش عشان كده سريعه. البتاع الحمراء دي بيتحط جنبها الريدستون تورش عشان تبقى سريعه كده، على اللي ما يعرفش انا بقول للي ما يعرفش. اوكي زي ما انتم شايفين، ديم والله الصراحه اسطوريه يعني، مش هنكدب على بعض يا شباب. انا عملتها قبل كده، عملتها كتير قبل كده. اوكي وحاطط ليفر بدل الريدستون تورش. اوكي شوف هنا حاطط ريدستون والناحيه الثانيه حاطط ليفر، على فكره مش هتفرق يعني. اوكي ريلي لايف، واو دي تقريبا يا شباب بنضاره الواقع الافتراضي، الناس اللي لو بتلبس نضاره الواقع الافتراضي هتشوف كانها حقيقيه بالظبط. اوه ماي جاد قطر الموت، ليتس جو. شباب حد جرب قطر الموت قبل كده؟ انا جربت قطر الموت قبل كده، ديم. اوكي والله اسطوريه يا شباب دي، لو حد لابس نضاره الواقع الافتراضي عايز اقول لكم ان هو هيحس بشعور مش طبيعي. اوكي يلا طب خلاص عرفنا اللي هو قطر الموت، انا حفظت قطر الموت على فكره وحصل معايا يعني، انا متعور هنا في الحته دي كده بالظبط كده، لان بتاع بتاعت قطر الموت دي وهي بتنزل راح المسمار بتاعها قافش هنا، وانا قايم بقى راح شادد كده وراح قاطع لي الحته دي. ساعتها كنت كده مشيت بالقميص كده مقطوع وكان شكلي يعني الحمد لله. اوكي هو لازم يوصل للنهايه عشان يعرفنا ان هو قطر الموت. على فكره قطر الموت حلو جدا، وفي قطر الظلام وقطر ايه تاني؟ وقطر الظلام وقطر الموت، قطر ايه؟ قطر الموت اللي انا اعرفهم. اوكي الميوزك في ماينكرافت، اوكي
كلنا عارفين الموسيقى طبعا بتاعت ماينكرافت اللي هي بتتك على كليك يمين بتطلع لك موسيقى، والا الموسيقى المزعجه بتاعت ماينكرافت ذات نفسها مزعجه جدا يا اخي. كل ما اجي ادخل ماينكرافت او افتحها جديده يعني لسه بكون فاتحها عشان اصور لعبه ان 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 صوت عالي جدا لازم تخش تقفلها. اوكي انا مش سامع ثانيه. لا لا يعني نوعا ما حلوه الصراحه، نوعا ما حلوه مش هنكذب. اوكي هنا زيها بالظبط، بصوا زيها بالظبط. اوكي اوكي كده عرفنا. يلا ساند كاستل او اللي هي قلعه الرمال. دلوقتي هنشوف قلعه الرمال في ماينكرافت وهنشوف قلعه الرمال في الحقيقه. مين فيكم يا شباب راح عند البحر قبل كده وعمل قلعه من الرمال زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيعمل قلعه من الرمال؟ انا عن نفسي لما رحت قبل كده البحر، او مش لما رحت، دايما لما بروح بعمل مثلا ايه، لو شفت اطفال بيلعبوا قرايبي او كده بقوم واخد منهم الجردل واقعد بعمل انا معاهم، فاهمين ازاي؟ بعمل قلعه معاهم، قلعه صغيره كده. والله العظيم عايز اقول لكم ان احسن حاجه اصلا في المصيف انك تستمتع بالبحر، وانك وانت اصلا بتبقى رايح عشان البحر عشان تبقى عارفين، والخروجات بقى والحاجات دي. اوكي في الحقيقه شوف ايوه ايوه بس ما كانش بيبقى جردل كبير كده، ما لا ده شغال صح، انما احنا ما كناش بنشتغل كده، احنا كنا بنعمل بالجردل الصغير اللي هو بيبقى لونه بنفسجي ده. اوكي ديم شوف عامل سلالم. شباب مين فيكم بيعرف يعمل الحاجات دي في الحقيقه؟ واو شباب اللي بيعرف يعملها يجي على الانستجرام، الرابط تحت في الديسكريبشن، يبعت لي صوره لو مصور. تام الالترا او الجناحات. انا عايز اشوف حاجه، هل في الترا في الحقيقه؟ في لعبه ماينكرافت كلنا عارفينها اللي هي الجناحات اللي بتطير اللي بتلاقيها في الاند، وزي ما انتم شايفين لو استخدمت لها فاير وورك او الالعاب الناريه بتطير اسرع، تمسك الالعاب الناريه في ايدك الثانيه وتتك عليها كانك بتضربها في الهواء، وهي لما بتتضرب بتزود سرعتك وفي الجو بالالترا. في الحقيقه بقى اها احنا عملنا على دي قبل كده اللي هو لبس السنجاب يا شباب، على فكره ده لبس السنجاب مش الترا. اوكي لبس السنجاب شوفوا شوفوا طاير ازاي يا اخي، ما بيخافش على نفسه على فكره يا شباب. لو ايده قفلت يعني هو معاه باراشوت بس لو ايده قفلت بالغلط ممكن ينزل على الصخور دي ويموت على فكره، المكان عالي جدا وزي ما انتم شايفين فوق السحاب، فالموضوع بيبقى صعب جدا بس متعب في نفس الوقت. هل حد فيكم يقدر ان هو يجرب؟ يعني انت متاكد؟ سامز ذا لايك باتم. اوكي عشان ما تنسوش بقى ايه اللايك يا شباب، ويلا بينا نخش على المقطع التاني. اوكي طبعا دلوقتي لازم نشوف حاجه جديده وغريبه عن المقاطع اللي فاتت. دلوقتي هنشوف واحد عامل بيته عباره عن ماينكرافت. انتوا متخيلين يا شباب؟ يعني شوفوا هنا هنا القبعه بتاعت الساحره الشريره. انا عايز اقول لكم ان انا لما شفت كده يعني اكتبوا تحت في كومنتات المقطع ده، اقسم بالله لو وصل 100,000 لايك لا هعمل كده في البيت بتاعي، والله هعمل لي اوضه بس من ماينكرافت. اوكي فانتوا حطوا لايك دلوقتي، عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك عشان والله بجد الفكره خلاص دخلت في دماغي ان انا هعمل بيت من ماينكرافت والمقطع. اشوف الاغراض، الشيست مليان اغراض، مليان دايموند. واو واو يا شيخ واو واو، والله هعملها لو وصل 100,000 لايك. قدامكم اسبوع يوصل 100,000 لايك، لو وصل 100,000 لايك في اسبوع هعمل بيتي من لعبه ماينكرافت. ايوه يلا يلا والله العظيم. اوكي يا اخي ديم شفتي انتي وفرخه وخشب. اوكي والله شيست اسطوري. اوكي هنا في ايه؟ كرافتنج تيبل. اوكي كده بقى معاه حبايه دايموند وستيكه. طب هيعمل ايه بحبايه دايموند وستيكه؟ اوكي جاب حبايه الدايموند حطها، قصدي حط جاب الستيكه وحطها. اوكي والستيكه كمان. اوكي كده الستيكات خلصت من معايا. اوكي حط حبه الدايموند هيعمل شافل، المفروض يطلع شافل. اوكي واو طلع شافل يا شباب، ليتس جو. شافل دايموند طبعا. اوكي لا الشافل ما بيكسرش على فكره، ايه اللي انت بتعمله ده؟ الشافل ما بيكسرش، الشافل بيحفر كده 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 كده، بيحفر مش بيكسر. اوكي خد معاك واحد التورش عشان الجو لو ضلمه. اوكي هيفتح الصندوق تاني، هيجيب من الصندوق يا ترى؟ في حبل ليد وفي خشب مش محلل وفي تفاح وفي تي ان تي. اوكي هياخد حبايه دايموند كمان. اوكي اوكي انا بدات افهم، خد حبايه خد اتنين، المفروض كده يظهر حبايتين دايموند. اوكي حبايتين دايموند بقى حبايتين، اها ما بيبانش غير حبايه واحده. اوكي وخد ستيكه، يعني هو لو خد اتنين يا شباب ما بيبانش هنا غير حبايه. طيب اقفل الشيست على فكره يا شباب، عاملها من الكرتون يعني ان شاء الله تبقى سهله، انتوا بس حطوا لايك عايزين نوصل مقطع 100,000 لايك وهنعملها. اوكي هيعمل شافل تاني؟ ما تقولش هيعمل شافل تاني. اوكي اعلان زي ما انتم شايفين، جاب حبايه الاستيك او جاب الاستكايه ويحط المفروض استكاك. اوكي لا جاب الدايموند ومعاه حبتين دايموند، يبقى هيعمل سيف سورد. اوكي قبل ما يكمل سيف
سيف، انا متاكد ان هو سيف. شباب لو سيف حطوا لايك واشتركوا في القناه واكتبوا مكمل الاسطوره في الكومنت. يا اخي دايم سورد يا شباب، يعني انا اقول لكم حاجه غلط؟ سيف يا شباب والله والله يا اسطوري. اوكي هيقتل الكروي؟ لا لا اوكي لا، شفتوا قال لك مش هقتل الكروي لان الكروي غلبان. ليتس جو بيبي. لا لا الصراحه شباب حلو حلو جدا، يعني انا اقول لكم. اوكي بيعمل ايه؟ هيفتح الصندوق تاني يا اخي. خلاص انت خلصت الاغراض، هتاخد التي ان تي ولا هتاخد ايه؟ اوكي خد ستيكه كمان، بس دي ستيكه بايظه يا شباب يعني مش حلوه مكسوره. اوكي خد ستيكه كمان. اوكي خد كده اتنين ستيكه هان، وخد حبايه ستون. يا ترى اما خد حبايه، اوكي خد حبايه ستون كابل ستون، خد كده حبايتين كابل ستون وحبايتين ستيكه، هيعمل بيهم ايه يا ترى؟ وتلات حبات قبل السوري، يبقى كده هيعمل بيكاكس 100%. هيعمل بيكاكس 100% يا شباب، اكتبوا تحت في الكومنتات هيعمل ايه. اوكي انا متاكد ان هو هيعمل بيكاكس. اوكي اعمل فوكس يا معلم، فوكس فوكس، ايوه فوكس كده. اوكي حط ستيكه. اوكي بعد كده حط ستون قبل ستون قبل ستون، الستون يا شباب اللي هو بيبقى عادي قبل ما يتكسر. اوكي ايه ده، حط ستيكتين فوق بعض ازاي؟ يقدر ان هو يحط بقى ثلاثه الكابل ستون فوق. اوكي ايوه واحد، حط التانية اتنين. يلا 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 عايزين نشوف البيكاكس، عايزين نشوف البيكاكس الاسطوري اللي هو في الحقيقة. يلا اخر واحدة اخر واحدة، يلا جاهزين 3 2 1 جو. بيكاكس كابل ستون يا شباب، شوف ديم. لا 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 وقعه في الارض. اوكي مفيش مشكلة يا شباب، طبعا بنرمي الايتم من الكيو كلكم عارفين ده. اوكي زي ما انتم والله اسطوري شكله الصراحه، يعني مش هنكذب شكله اسطوري جدا يا شباب. اوكي انا عن نفسي انا شباب المقطع لو وصل 100,000 لايك والله خلاص انا هسوي لكم الفكره خلاص. اوكي هيفتح شيست تاني، هتجيب ايه يا ترى؟ اوكي هو بيفكر في ممكن يجيب الهو. اوكي جاب ستيكه وجاب الستيكه الثانيه كده اتنين ستيكتين. اوكي ثلاث استكات ثلاثه. اوكي ثلاثه. اوكي بقى هيجيب تاني. اها وليد او حبل يا شباب، يا ترى يعمل ايه؟ ما تقولش سناره، ممكن يعمل سناره بجد؟ شباب يلا نشوف يلا نشوف ممكن يعمل سناره. اوكي حط واحدة خشبة. اوكي تمام. اوكي دقيقة. بو 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 ايوه بو 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 بو. احط الحبل بالطول؟ لا 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 العصاية جريت. اوكي حط، لا بتجري تاني. لا 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 هتخرب عليه شكلها، هتخرب عليه. اوكي بيحطها تاني. لا حط حط التانية تحت وحط دي فوق، حط التانية تحت وحط دي فوق. ايوه يا شباب قلت لكم مكمل اسطورة والله، هنا مخ مش بطاطس قلت لكم. اوكي حط الستيكة قصدي الليد، او لا دي كاب ويب. اها دي كاب ويب مش ليد. اوكي يلا 3 2 1 بو. لا 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 دام اسطوري يا مان اسطوري، الله عليك يا كبير. اضرب اضرب الكرو اضرب اضرب الكرو اضرب الكرو اضرب. ايوه اضرب 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 ده. لا 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 ايوه اضرب زومبي وسبايدر. لا والله العظيم اسطوري يا شباب. انا بس انا كل وصلت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم زي ما شفتم، شفنا حاجات جديده وغريبه ولكن اقسم لكم بالله كان مقطع اسطوري ومريح للنفس. وبرضه شباب عشان استريح شويه من المقاطع اللي فاتت، وباذن الله مقطع بكره يكون مقطع رهيب، استنوه الساعه 4 باذن الله. وبس اشوفكم المقاطع الجايه على خير الله. سلام 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 يا شباب، مع السلامه.